إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مرحبا يا طيبين، مرحبا يا شباب، كيف صحتكم؟ إن شاء الله موتكم بخير ويا رب دايما تكونوا بخير. طبعا شباب اليوم في عنا 6 مودات، طبعا في مودين كتير رائعين من بين الستة، من المودات كلهم حلوين، إن شاء الله أنه بعجبوكم. طبعا أنا هلأ رح أترككم مع المودات، تاخدوا فكرة عنهم ورح أرجع لكم إن شاء الله بعد ما بتشوفوا المودات نشرح عنهم. مودات كتير بسيطة، يعني ما بدهم هالشرح الطويل، بنحاول دايما إنه إن شاء الله نختصر بالفيديو مشان ما يصير عبء، يعني عبء عليكم إنه يكون الفيديو طويل. تمام شباب، فهلا رح أترككم مع المودات إن شاء الله، وبس شفتوا المودات رح أرجع لكم بإذن الله.
كمان شباب بعد ما شفتوا المودات انت بدك تحمل هذا الملف فيه 9 مودات. طبعا هلا انتم بالعرض شفتوا 6 مودات، هلا في مود فيه 3 مودات هذا تبع الخريطة، وفي عندك وما تبقى كلهم مود، والسكانيا إلى مودين، مود المقطورة ومود الشاحنة. تمام شباب، هاي نقطة يعني مشان ما تتفاجئوا انه انتم شفتوا 6 عم نلاقي 9. انت ما عليك غير انك تشيل هدول 9 ملفات تعمل لهم كوبي، وعلى اليورو تراك، على المستندات، على الديكيمون، على اليورو تراك مود، نعمل لهم بيست. طبعا هن الموجودين عندي كلهم، بس يعني نعمل لهم عملية استبدال. تمام شباب، هلا في نقطة على كل حال، لا انا خليني مشان ما اضيعك بكل مود راح اشرح لك انه انت شو بدك تعمل. هلا شباب راح ندخل على اللعبة. طبعا انا نزلت اللعبة اللي يعني انا عندي هلا عم بشتغل على اللعبة المكركة كرمال مود المستودعات، لانه انا الدي ال سي تبع البيرو ما عندي بصراحة، ما عندي، وحق الدي ال سي 17 دولار، يعني انا ماني شاري ومو موجود عندي الدي ال سي. فنزلت لعبة المكركة، مسحت لعبتي من ستيم كرمال اني انا انزل هذا المود. طبعا هي ستيم، هاي اللعبة هلا بيقول لك هون انستول، يعني انه لازم تنزلها. تمام، فهلا خلينا ندخل على اللعبة نشوف المودات مود. طبعا شباب اول شيء اللي بدي ينزل اللعبة، يعني اللي عنده اللعبة الاصلية وشاف مود المستودعات بده يلعب فيه وعجبه المود، فانت لازم يكون عندك هذا الدي ال سي. افرجيك الدي ال سي مشان تاخذ فكرة عنه. طبعا هون اللعبة المكركة كل الدي ال سيات مفتوحة، هذا الدي ال سي شباب، هذا الدي ال سي لازم يكون موجود، هذا الدي ال سي البيريا، هذا الدي ال سي. تمام، هذا لازم يكون موجود عندك لحتى انك تشغل المود هذا. اذا هذا الدي ال سي غير موجود عندك فاللعبة ما راح تشتغل، راح تطلع وتشنج وتطلع. تمام شباب، هذا هو الدي ال سي شايفينه. هلا شباب خلينا ندخل نشوف المودات. طبعا شباب اول شيء مود الخريطة، هذا مود الخريطة المفروض انه انت الديف تحطه، هذا ضروري انه يكون اعلى المودات هدول الاثنين، يعني مثل ما هن شوفون هيك محطوطين الديف البيريا هاي تبع الدي ال سي وهذا الماب. تمام، وبعدين في عندك موديل اسكانيا، هاي موديل اسكانيا، وفي عندك موديل مقطورة، بعدين في عندك موديل سيسل تبع الباكج، موديل اكسسوارات الداخلية، طبعا هذا اخر اصدار 1.40، وطبعا في عندك هون موديل اكتروس الام بي 4 والام بي 5، صوت رهيب هلا بنشوفه. وفي عنا هون سكين الميشلان، طبعا هذا التصميم اخوكم ابو احمد، من عدا الشاحنه موجود بالدي ال سيات، فانا اخذت الشاحنه صممت لها سكين المقطوره باعتبار ما في سكين للمقطوره. تمام شباب، وهذا مود الاضافات الداخليه، الاضافات تبع المقطوره عفوا. تمام، هلا خلونا ندخل على اللعبه. طبعا شباب اول شيء راح نشوف الخريطة مشان مود المستودعات. طبعا انت راح تلاقي المستودعات لما دي يكون عندك الدي ال سي، هاي المنطقة كلها راح تفتح معك، البيريا هاي المنطقة. تمام، فهون وين ما رحت بهاي المنطقة بس فقط، يعني المستودعات هون، يعني هلا نجي لهون مثلا ندور هون ما في نفس المستودعات، شايف هون مستودعات عادية، بس بينما المستودعات موجودين بهاي المنطقة بالضبط، بهاي المنطقة. طبعا فيها مدريد، فيها اسبانيا، فيها يعني فيها مدن كتير هذا الدي ال سي. فهلا شباب رح ندخل نشوف المستودع.
طبعا هاي المستودعات اللي انا شاريهم بنفس المنطقة، هن الخمس ست مستودعات. هذا في مدريد. تمام، خلينا نروح على مدريد. طبعا شباب هاي المستودع، شوف كيف بصف المقطورة، تجي هون مكان المقطورة، يعني بالمستودعات كلتنا بنعرفها. وهي شركات الشحن، شايفة هاي شركات الشحن، بإمكانك إنه أنت تجي لهون على الباب تاخذ حمولة، ما في أي مشكلة. الأحلى من هيك في باب رقم 6 اللي شفتوه، راح أروح عليه بالكاميرا الحرة أسرع. طبعا هذا الباب من ضمن الشركة، يعني بجوز يجيك أمر انه انت تاخذ التريلا من هون او بدك تفضي التريلا هون. شايف هذا كثير حلو، يعني شفتوا كيف طلعت السيارة شلون طلعت، شايفين هذا الباب رقم 6. طبعا هي الشركة 6 ابواب 6 مخازن تحمل منها، او هاي الشركة هون شايفينها. طبعا هون في عندك حرس سيكوريتي، وفي عندك هون عامل بيشتغل بالتنظيفات. طبعا العامل مو هون مصروف. هلا قد ايه الساعة؟ الساعة 7. العامل مصروف. هاي اذا بدنا تجيب العامل بنجيبه، بس بنغير الوقت، خليها الساعة 10 تكون، او الساعة 11، تايم 11. شايف اول شيء غير الشركة، يعني غيروا هذا. اي العامل، وين العامل هذا يا شباب؟ هذا هربان العامل. كوهني لقيته، شايفينه عم ينظف. هذا الساعة بتلاقوه هون، ساعة بتلاقوه على الباب الشركة عم ينظف الباب تبع المستودع. طبعا هاي فيها مستودع، هاي المستودع بتقرب عليه، بيفتحوا البواب طبيعي. شايف فتح عندك بابين، يعني فيها هي مستودع وهي مشان انه تنام او تمرق الوقت فيها. طبعا شباب مثل ما حكينا، هذا المود اللي عنده اللعبة الأصلية ما بيشتغل الا ما يكون عندك دي ال سي البيرو، هذا الدي ال سي. تمام، انا عندك اللعبة المكركة، انت الدي ال سيات كلها مفتوحة عندك، ما في عليها اي مشكلة. هاي هون شباب خلصنا من اول مود. طيب هلا شباب نروح على المود الثاني، اللي هو مود صوت المرسيدس. طبعا مود صوت المرسيدس شباب، بس فعلت انت المود خلص راح يشتغل معك الصوت. يعني في اختلاف واضح بين انه نحن حطينا المود وبين انه نحن ما في عنا مود، بتلاقي اختلاف بالصوت البريك، اختلاف. هاي شوف نسمع البريك. طبعا البريك كل دعسة فرين يعطيك صوت، شايف؟ طبعا هون بالداخلية مثل ما سمعتوا، ما بدي اشرح لكم، بالداخلية نفس الشيء. يعني في عندك اول شيء لما بتطفي السيارة بيعطيك طون 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 طون، بعدين بتشغل السيارة بيروح معك هذا الصوت، صوت الغمازات. شايف؟ يعني في عندك واقعية بالصوت، يعني بتشعر بالواقعية. هلا شباب المود الثالث. طيب شباب هلا بنجي على المود الثالث، واللي هو الاكسسوارات الداخلية، اللي هو آخر إصدار 1.40. فبنروح على الصيانة. طبعا شباب هذا المود، المود الاكسسوارات الداخلية، فيه شغلات كتير متنوعة، بس لازم ناخد في عين الاعتبار انه ما كل شيء انه بجوز يشتغل معك في سيارات اللي هي من ضمن المود. هلا هاي الداخلية مود، ففي او في بعض الاشياء ما بتتوافق بالمود، فانت لما بدك تجرب المود بتجربه على تفرج، يعني في أشياء لا تعد ولا تحصر. طبعا فيه GPS، فيه ألعاب، فيه شغلات، فيه سيارات،
فيه يعني فيه حتى كمبيوتر محمول شغال بيشتغل على تشغيل السيارة، فيه شغلات كثيرة يا شباب. تمام، وفي عندك هون كمان على البلور، طبعا هون على البلور في اشياء انفتحت بالدي ال سي، باعتبار الدي ال سي مفتوح مفتوحات عندي، ففي بعض الاشياء ما انفتحت بالدي ال سي، في بعض الاشياء ما بتشتغل. يعني هلا انت مثلا تجي تحمل هذا المود تلاقي هاي المشلن ما طلعت عندك، تمام، هاي المشلن هاي دي ال سي، هاي في لها دي ال سي اللي بيجي باكج مشلن والدرايف وهالامور هاي، تمام، هاي الشغلات شايف فيه كتير شغلات. وطبعا هون في عندك اشخاص بتقعد مثلا في عندك هذا الشخص، يعني هذا انعرض كتير على اليوتيوب فانا حبيت اني انا اقدمه، هذا اخر اصدار الـ1.40، وطبعا عندك لابتوبات وعندك اشياء كتيره، تمام. طبعا هون حتى هون كان قبل ما فينك انك تضيف شخص انه يقعد هون، فهلا صار انك فينك تضيف شخص. هلا شوف هون ما اخذها، خود غير سياره رح ياخد انه يقعد شخص هون، يعني يصير عندك شخصين قاعدين، تمام. هلا شباب نجي طبعا هون كمان فينك تحط اشياء، هلا الكل بيعرفها المود يعني شبه معروف، في ناس ما بتعرفه فان شاء الله انه يستفيدوا منه، تمام شباب. هلا شباب بنروح على مود الاضافات المقطوره، زينه المقطوره، نجي انتر، نضغط هون على المقطوره، هاي المقطوره. طبعا شباب المود وين المود؟ صار في عندك اضافات هون، شايفه هاي صار تعطيك لونها اسود الى خط ابيض، طبعا شايف هذا هو المود، كل شيء بتلاقيه سي جي هذا مود، هاي كلها اضافات المود. هون بيعطيك بخليك انك انت بسوي لك اياها بيضة، هون هون يعني اسود، شايف لما انت بتفتح هون رح يفتح معك عضوية، طبعا العضوية هذا من المود، كل شيء بتلاقي هذا سي جي هذا من المود، شايف هذا من المود. طبعا هون ما بركب معك غير هدول المودات، وطبعا انا بنصح بهي اللدات هي، لانه يعني شوف على فكرة كثير ناس بتركب عضوية هون بس ما بتحسهم شاعلين، فهذا المود كتير رائع، بيعطيك ضوء واضح، بيعطيك ضوء واقعي. طبعا هذا غماز يمين غماز شمال، هذا غماز يمين يعني مبينين، يعني هذا شمال هذا يمين، هذا غماز مع اول طاقة وهذا غماز بدون اول طاقة، وهذا مع اول طاقة ضوء لحاله، وهذا ضوء الريفرس، لا عفوا هذا ضوء اول طاقة الابيض، وطبعا في عندك هون الريفرس، وفي عندك الاول طاقة الاحمر، تمام. هدول الشباب ما بركبوا الا هون، هلا خلصنا من هاي المرحلة. وطبعا على كل شيء هون كمان نجي لورا، اول شيء نجي لهون على الطراشات، طبعا هاي شايف ايش فتح معك طراشات، كان اول تفتح معك بس هاي، هلا صار عندك ماركات السيارات بجينج المارتينيز الابيكو، هاي الامور هاي كلها صارت تفتح معك. نجي لهون، هون بقى عندك اكثر من شكل انت فينك تلعب فيه انك تساوي وتركب الاضوية من ورا، يعني فينك بيعطيك هذا الشكل بيقول لك بس هون تركب اضوية، بيعطيك هذا الشكل بيقول لك هون بس بدك تركب اضوية. طبعا انا اخترت هذا، ومن ضمن هون هون صار يفتح معك اضوية اللي انت الباكج الاضوية اللي معك كله فينك تحطه هون، فانت هون لازم المفروض انك تحط هدول مثلا شمال يمين، يعني مبينين هدول بس مشان شمال يمين، عندك اكثر من نوع اكثر من موديل، شايفين هاي من هذا من المود سيسل، وهون كمان من المود، شايفين هدول المود نفسهم صاروا يركبوا معك هون. نجي لهون، طبعا هاي هون هذا المود شايف فتح لك هاي، بامكانك انك هون انت تركب لزقات مو عضوية، لزقات كل شيء لزقة فينك تركبها، هاي حطينا هون مثلا، هاي حطيت 90، هلا اطلع لبرا شايف هون بتركب لزقات، هذا فقط انك تركب لزقات فتح لك اياه من المود، شايف اشي لزقات فينك انت بتنوع باللزقات،
طبعا هلا بنجي شباب للمود الرابع اللي هلا نحن بالمود هذا الرابع عفوا هذا الرابع. هلا بنجي للمود الخامس واللي هو سكين المشلن. طبعا هذا السكين تصميم اخوكم ابو احمد اللي هو على المقطورة. طبعا سكين الشاحنة اساسي من المود، فانا صممت هذا السكين مشان يتناسق مع الشاحنة. هاي بنشوفه بتحسهم طعم، يعني شايف المقطورة مع الشاحنة بتحسها قالب. طبعا سكين الشاحنة هذا شباب دي ال سي، سكين الشاحنة دي ال سي. طبعا هاي المقطورة شايفينها، وهاي الظهر شوف الحركة هون، تحس يا اخي في فن، تحس يعني قاعد ومرتكي، يعني هاي تعبت عليها لطالعتها بصراحة بالامانة عم بحكي معكم. تمام شباب، طبعا هون حطيت كلمة اكتروس باعتبار انه السكين للاكتروس. هلا شباب نجي للمود الاخير واللي هو مود الاسكانيا الرهيب بصراحة. طبعا مود الاسكانيا شباب انت ما عليه غير لما بتحط المود رح يفتح لك هون مود، او اذا فتح عندك شركة اسكانيا رح تلاقيه بالشركة. هلا انا ما عندي شركة اسكانيا، فتح عندي هون. تمام، السيارة ما في عليها تعديلات غير فقط في المحرك مشان يعطيك الصوت، يعني تعديلاتها فقط في المحرك. تاخذ هذا الخيار والشنجمان اللي هو علبة السرعة، بتاخذ هذا الخيار وبتشتريها. ما عندك اضافات، هاي كل الاضافات موجودة بالسيارة نفسها. نجيبها لهون محل ما نحن موجودين ومنقول له اوكي. هلا رح ناخذ السيارة. طبعا شباب هاي هي الشاحنة، حتى شايفين في عليها مثل يعني انه مثل متوسخة الشاحنة، شايف. هلا اسمع الصوت، طبعا خلينا نجيب التريلا. التريلا نفس الشيء شباب، تدخل لهون محل التريلا، محل ما بتشتري تريلا راح تفتح عندك هاي الكوجيك كوجيل هاي. تمام، هاي التريلا طبعا هي موجودة عندي، ما في داعي اشتريها، بس يلا بشتريها قدامكم. طبعا كمان الشباب التريلا ما لها تعديل غير فقط الدواليب، بس بدك تعدي بتعدل بالدواليب. تمام، نجيبها لهون على المستودع مشان في المرة ناخدها. طبعا هاي الشاحنة شباب بتعطي شوي تقل على الجهاز، انا ما عرفت شو السبب بصراحة، يعني انا عطت عندي تقل ما بعرف يعني، فبجوز يمكن اتوقع من كارت الشاشة، اتوقع من ما بعرف شو المشكلة يعني، بس بدي احاول اني اعرف شو هي المشكلة. طبعا شايف اول شيء شوف وين، شوف ما احلى هالصبة هاي بهذا المستودع، جنبك خضار، الشركة جنبك، الباب مستودعك قدامك، يعني صراحة حلو كتير المود. شوفها بالليل، اسمع المحرك، شوف الأضوية، هذا كله ثابت، هذا أنت ما فينك تعمل شيء، كله ثابت. اسمع الهورين، هذا واحد. طبعا الهورين ما في داعي أنه أنت تغير، على حرف النون حرف الان بالكيبورد ضغطة ورا ضغطة بغير الصوت، بس هاي أول صوت، هاي ثاني صوت. في واحد كثير عجبني بصراحة، هاد شايف دقة دقة كثير حلوة. هاي اليوناني طبعا نشوفها من جوا، لما بدك تشغل الضوء اللي جوا بتشغل حرف الاو،
اشتغل معك ضوء احمر من جوا. طبعا هاي هلا شباب هاي يعني بس راح ناخذ، طبعا ما راح نمشي بالحموله، بس انا راح اخذ حموله من الشركه شايف، انت بمستودعك والشركه جنبك هلا هم. ما بدي اطلع، اعطيه انتر، صار يعطيك امر انه انت تاخذ تريلا او انك انت تاخذ بضاعه. شايف هلا خلينا انه نحن نعطيه الامر انه نحن ناخذ بضاعه. هاي مثلا هاي اعطاك مكان هون، لربما يجيك بالباب رقم 6، الباب رقم 6 رح ترجع بالسيارة كلها رجوع. هلا انا بصراحة ان شاء الله يعني بدي يعني انا حاولت اني اشتغل على هاي النقطة، بس صارت عندي مشاكل بالجهاز، انا جهازي ما بعرف يعني، ان شاء الله بتكون اموره بخير. شايف اعطاك الامر انه انت فينك تحمل، بس هون ما بيجي بيعطيك انتر لما بتقرب، لازم المفروض انك ترجع ريبرز على الباب بيعطيك انك طفي السياره، بتعطيه انتر بتحمل. تمام شباب. فهلا شباب بقالكم ديروا بالكم على حالكم، وانا ان شاء الله يعني في شغله هلا عم بشتغل عليها ان شاء الله انه تزبط، راح تعجبكم كثير، انا واثق انه راح تعجبكم. استودعتكم بالله، كان معكم اخوكم ابو احمد، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.